السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم علي ونوس. اهلا وسهلا بكم مرة تانية على قناتي، وشكرا لكم على انكم اتحملتم الفترة اللي فاتت ديت بدون ما انا اكون يعني عمال اعمل لكم اي ابديت. اللي حصل ان احنا من هنا اتكلمنا، وفي بعض الناس تقول انت سكت ليه. انا ما سكتش يا جماعة، انا كل الفكرة ان انا الفترة اللي فاتت ديت قلت لكم ان احنا عندنا الخط الجزء البرتقالي دوت هننطلق منه، وقلت لكم يا جماعة ان هو هيحصل، ان هو هيدخل في المنطقة ديت اللي احنا اتكلمنا عنها، تمام؟ وده فعلا اللي حصل. قلت مجرد ما هو هيدخل هنا هو سيبدأ في الانطلاق، وفعلا بدأ ان هو ينطلق. فخلينا بقى ايه نشيل اللي حصل هنا ده. فكل دوت احنا دلوقتي بإذن الله مش محتاجينه، ومحتاجين ان احنا ايه نشيله من هنا هو. طبعا احنا دخلنا في مرحلة كويسة جدا جدا، ولكن اللي الناس مش واخدة بالها منه ان احنا رجعنا هنا هو، نرجع مرة تانية في الشماعات الاسبوعية ان احنا بنحصل ايه في تراجع. طيب هنا التراجع هيكون لغاية فين؟ هل خلاص كده الانطلاقة دي انتهت وسيحصل هبوط في البيتكوين الى منطقة مثل مثلا ان هو يرجع تاني من منطقة 17,000 والكلام ده كله؟ اللي انا شايفه ان احنا هننقل، بص بقى الجزء ده ان شاء الله هتلاقينا بننقله من هنا هو. فنتمنى بقى ان هو ايه ده يكون يعني اقصى حاجة. طب وليه نتمنى ما نتمناش والكلام ده كله؟ لان ده الواقع. شوف العملات الرقمية ما زالت في حالة ذبذبة، وخصوصا في فترة الفترة دي اللي احنا فيها، لان الوضع الاقتصادي ما زال يا جماعة مش مستقر. يعني مثلا بالنسبة لامريكا فهي كانت جابت اقصى حاجة او قربت توصل لاقصى مرحلة من مراحل الديون، وبدأت ان هي تقلق ونسمع اشياء غريبة كده الفترة اللي فاتت ديت، وان هم عايزين يعملوا حاجة بخصوص الديون عليهم، وعايزين يعملوا حركة بحيث ان هم اما ان هم يعني يعملوا حاجة غبية جدا او غريبة جدا، ان هم يحاولوا يمسحوا الديون دي بطريقة غريبة، واما ان هم فعلا فعلا يعترفوا بالمصيبة اللي هم عندهم ديت، ويحصل ساعتها ايه يحصل كارثة في الدولار، واما ان هم يحاولوا ان هم يلاقوا حل، وهو بان هم يلاقوا معونة من معونات اللي هي تدخل في او مستثمر من المستثمرين الكبار زي مثلا دول الخليج والكلام ده كله، ان هي تدخل وتبدأ في الاستثمار بقوة في مشاريع جديدة. طبعا مع الناس اللي هي صحاب المشاريع الكبيرة ديت، برغم ان الظروف الاقتصادية صعبة، الا ان هم عمالين يفكروا يقول لك طب انا ايه اللي هيوديني امريكا والايدي العاملة غالية، واسيب الصين واسيب الهند واسيب مثلا اندونيسيا الكلام ده كله، او حتى تايلاند، انا ليه اسيب الكلام ده كله؟ طب انا ايه اللي هيوديني البعيد قوي كده؟ ان احنا في الناحيه ديت انا بوزع على دول زي دول الصين والهند واسيا والدول العربيه واوروبا بدون اي مشاكل، ايه اللي هيوديني امريكا؟ فطبعا الوضع في امريكا صعب جدا. فاحنا دلوقتي في الاسبوع الثاني ديت الشماعات الاسبوعيه زي ما احنا شايفين، الاسبوع الثاني على التوالي وحاصل هبوط في البيتكوين من منطقة احنا هنقول من هنا وقت اصلا من منطقة 24,200 وحوالي 70 نزل الى منطقة 21,440 وبدأ ان هو يتعافى، الا ان من ممكن احنا نشوف ان هو يبدأ في الدخول في منطقة 20,800 اذا هبط عندها وارتد ممتاز جدا. اذا نزل عندها فاحنا شايفين ان منطقة ال 20,240 دي مش بطالة، ولو لمس منطقة ال 19,350 احنا هندخل بقوة، هندخل بقوة فعلا. انا شايف ان اللي هنا ده لو حصل عنده يبقى احنا كده في حالة انهيار مرة تانية، وممكن احنا نشوف مناطق متدنية، بس ما اظنش ان ده هيحصل. اظن ان هو عندنا هنا مناطق من الممكن هو زي ما احنا قلنا كده نرجع مرة تانية نوات، معلش 20,800 و 20,800 وبعدين عندك 20,440 وبعدين أدنى حاجة
ولو نزلنا على ده يبقى ممتاز جدا، هندخل 19380 وسننطلق وندخل في العملات الرقمية بشكل كبير. طب ايه هي العملات اللي احنا هندخل فيها علي الفترة اللي جاية ديت؟ هتلاقيني بتكلم فيها في القناة في الايام القادمة ان شاء الله تعالى، وهتلاقيني متابع معاكم. ولكن حاليا انا شايف ان بعض العملات مثل مثلا عملة دوج، انا عارف ان هي عملة ميم وان في ناس كتيرة جدا محتكرة هذه العملة، ولكن يا جماعة المشاريع اللي جاية منها خصوصا من تسلا زي المسارح، هتكون في مسارح فعلا هتتعمل باسم تسلا، في مطاعم هتعمل باسم تسلا، ديت هتكون العملة اللي بتعمل فيها ممكن تقبل فيها الدوج. اوكي، ايضا في هناك مطاعم كتيرة جدا بدأت انها فعلا تقبل الدوج، وديت كلها في الحاجات البسيطة اللي هي مدفوعات البسيطة جدا، ديت كلها موجودة. حتى ان في بعض المحلات اللي هي زي اللي بيسموها عندنا في الدول العربية الخضروات والكلام ده كله، الحاجات اللي هي البسيطة يعني ستقبل الدوج. يبقى انت كده ايه، غطيت عملة من عملاتك اللي هي ستنطلق انطلاقة كبيرة في الفترة القادمة. طيب ايه العملة من العملات التانية اللي احنا ممكن نتكلم عنها؟ بص، هتلاقي الفترة القادمة ديت من ممكن ان انت تلاقي عملة زي عملة، هتلاقي عندك بي ام بي، هتلاقي عندك ماتيك اللي هو البوليجون، دول برضو من عملات اللي احنا مركزين عليهم. طبعا ده غير الثيريوم، احنا طبعا الثيريوم بيتكوين دول الاساسي بتاعنا، واحنا شفنا الفترة اللي فاتت ديت البيتكوين وصل لفين. دوت ايضا من عملات التي ستتحرك تحرك كبير، والباقي ان شاء الله هنتكلم عليه في القناة بتاعتنا ان شاء الله بالتوفيق. اتمنى لكم كل خير. سلام.